خويا وي سفيان، زيد صافا مزيان ياس اخويا بخير. الله يحفظك اخي ديالك، اش كتعاود؟ مركانية الله يعزك زبيك. اش يسعدك اخويا. اش البلاد بعدا؟ راني هنا في يو اس اي. اه صحابني في الانجليز، صحابني هذيك البريدج اللي موراك في البروفيل ديال لندن. لا هادي في نيويورك. اه اوكي مزيان برافو عليك. اش من ولاية؟ راني دابا في كونيريكيت. مزيان. اين مدينة؟ ويست هافن. ويست هافن. اوه انت راه 11 20 راسك قريب لك تمايا. اه انا عجيز جديد شوية. حد قريبا. اه عاد شهر. مازال فيك ريحة البلاد. اه مازال اخويا مازال عاطي. برافو. كنت شوف شحال شوف شحال هذي كنت كنتبعك. كنت كتنصحنا. وما كنت كندي بهذا الدرسك وحق الله. واي دابا حصلتي دابا. حصلت. قبل ما نوصلوا لهذ النقطة مهمة. واش قرعة ولا زوج ولا طلاق؟ اه قرعة. قرعة. شحال مرة دفعتي القرعة؟ مرة واحدة. واي عرفتي عرفتي اقسم بالله انا نوريك العام اللي كنت ربي دار لي فيها خير. كنت اخويا مقطع البيه ديال تركيا. كنت غادي على تركيا وحق الله راسك يا صاحبي. اقسم لك بالله اخويا كنت صافي حقت صافي مبقيتش حامل راسي. انا نبين لك الله الا جبتها معايا البيه ديال الطياره والله الا جبتها معايا لهنا. واو عرفتي غادي تعاود التجربه ديالك. ولكن شوف شوف نرجع معك شويه اللور. شنو كنتي كدير؟ شحال في العمر ديالك بعدا؟ في عمر 22. بارك الله. اش مدينه في المغرب؟ فاس ولد الحسيمه. ولكن ما بقوه التاخر اللي في ديك المدينه مهمشينها ما فيهاش الجامعه. جيت نقرا في فاس كرفيس. المهم كنقول حبي كتبان بحالنا حنايا الداخل بحال فاس ممكن. راه كبرت شنو سميتو حسب المهم راه دوزت فيها بزاف. تحيه الحسيمه ناس الحسيمه الرجوله. قول لي بالنسبه بنسو كيفاش شنو كنتي كدير قبل ما تدفع القرعه الامريكان؟ اخويا كنت خدام في واحد الهري كرفيس وتماره. اقسم بالله اخويا شوف هو الهري هو اللي كيبيع داكشي ديال المواد الغذائيه لا؟ اه هو هذاك. ولكن انا كنت خدام مع واحد كيجيب سلعه من برا كيدير داك نوتيلا ميغا شوك ميغا ديو فهمتي؟ واش هذا حانوت كبير؟ كتخدم في حانوت كبير؟ اه حانوت كبير. المهم كيدير داك السلعه ديال برا. شحال كانوا كيشهر؟ والله اخويا ما تسيق والله تتقول لي والله الا 1000 ريال اقسم لك بالله. شهر ولا النهار؟ وحق الله من 10 حتى ل 9 لا واش ديال لي 1000 ريال شهر ولا النهار؟ لا النهار. وحق الله شحال من ساعه؟ من 9 من 10 لا شنو سميتو لتسعة الليل. من العشرة الصباح لتسعة الليل؟ اه واحد حق الله. واش هذا مازال في واش هذا مازال في عهد ديال قريش؟ وعرفتي اخويا شحال كيدخل ديال الفلوس؟ اقسم بالله الا كيجد التالية في النهار كيجد واحد 10 المليون ولا ديال القبض، غتكون عندي واحد 3 المليون ديال الربح. واش هذاك السي اخويا؟ درهم النهار؟ اه اقسم بالله. ديك الساعة علاش ربي سهل عليا جيت لهاد البلاد نبدلو شوية. وعلى السي اخويا كانت واصلة فيا اللعظة. متخيل كنقرا في داك في الجامعة في فاس ياك فهمتي تكرفس فيا في ديك الحاجه معايا. قلت نخرج ندبر على راسي ديك الفريه. المهم كنت كنطبق بها. المهم انت واش كنتي ساكن فين كتنعس؟ في الحي الجامعي. انت ترى صاحبي انت هي واش ما لقيتش اخويا بعدا. واش خونا مغربي هو؟ منين هو؟ منين هذا خونا هذا؟ مغربي هو اصل ديالو هو من تازه وعايش في فاس وخدامين الناس بنفس الصالير. لا ماشي نفس الصالير حيتاش انا كنت كنقرا فهمتي. كاين الناس اللي كاين الدري كان معنا كيعطيه 120 درهم اللي قديم وكان واحد الدري معنا كيعطيه 70 درهم. انا اللي كنت عاد جيت جديد حيتاش عاد كنت ديت معاه كان كيعطيني 1000 ريال. دابا انت اخويا من 10 الصباح حتى 9 الليل وما يشريكش طاكو. طاكو دابا 60 درهم. وحق الله شوف اقسم بالله كنت كنتغدى من جيب. وحق الله شو كنتي كتاكل الغدا؟ كنت كنمشي لاي واحد عند واحد خونا كندير 10 درهم ديال اللوبيا. فهمتي والفطور؟ الفطور خلاص كنت في الدار كنخد هذاك الفطور الحي الجامعي كنضيفاني. عين عين عرفتي اقسم بالله بقوة ما حقدت بقيت كنجمع شوية الفلوس. قطعت البي ديال الطيارة. شوف القرعة كتخرج في شهر 5. انا قطعت البي في شهر 3 في شهر 3 باش غادي على حساب شهر 7. قطعتها 3 شهور قبل باش تجيني رخيصه
فهمتي؟ حيتاش كنت حاقد حقد موقيت حامل راسي وربي دار لي خير. فاش خرجوا النتائج في شهر 5 لقيت راسي ناجح، جات فيا القرعه. شنو سميتو صافي داك البي صدقت من كوست صرفت 3000 درهم. المهم نوريك البي. وجاك ماشي وجاك درويش بنات كل الناس. هاي نايم تفر علي واحد دقيقه خويا. كامل كتخدم ب 40 درهم النهار كامل تاو تيتفرج فيه كامل. هادي الدرب مسكين يلا جا الميريكان كيعطي 50 درهم النهار صاحبي من 10 الصباح حتى 10 د الليل كاكل 9 د الليل. اي اخويا شوف قسم بالله ما بغيت نفرض فيا سيا هاي وقطعتي يعني كنتي صافي عوال غادي لهلاك. خويا انت كنت قطعت ب 2600 درهم. هاي كنت قطعت صاف مارس 30 في 31 في مارس هي فاش قطعت. ها انت كنت غادي نمشي نهار 13 في شهر 7 سيا. واو هاي كنت غادي نركب من فاس، كنت غادي نركب مع 3:45 غنوصل لاسطنبول، غنوصل مع 10 وقسم. والحمد لله ما بين داك الشهور ربي دار خير اخويا. اش نقول لك وحداش درتي في القرايه؟ الباك راه خديت الباك العام، كنت اول عام دفعت لها انا، عندي اول عام في الجامعه كان عندي. دابا جيت اخويا سفيان فهمتي، كنتي كتقول دابا انا دابا مازال ما مستوعبش كنقول واعلي وتنان. كنتي كتقول شكون معاك باش ديتي الاجراءات دفعتي اللي خلصتي الاجراءات ديال الميريكان والطياره شكون اللي صراحه الوالده كاينه بعد الدب ديالها هي اللي ديباناتني شويه، يعني هي اللي كالات عليا. راني كنت صرت كيفاش كانت جات فيا قرعه، كنت صرت لك في فيسبوك بزاف ديال الميساجات على حساب العنوان على حساب مستضيف. فيسبوك عندي فيه بشر اكثر من الانستغرام ما كندخلش ليه كاع، صيفطي في الانستغرام. كنت صرت لك على حساب مستضيف ما كنتش لقيت المستضيف، ولكن الحمد لله من بعد لقيت واحد البنت راه هي اللي صادفتني عندها. اخويا راه عتي راه مازال مشوكي بهذيك القضيه ديال خونا، كيفاش كتعطيه الانسانيه ديالو؟ شوف اقسم بالله الا كاينين دابا الدراري اللي كيقراو كيستغلوهم واحد الاستغلال راه ما يمكنش. وحق الله الا كاين دابا الدراري كيخدموا ب 1000 ريال وتمره الكحله ثقل، واش كتبقى غير جالس ولا كتهز كتشارجي وكتخ؟ كيجي كاميو صاحبي كتبقى تخويه فيه البيستاج فيه داك النوطيل اللي عرفتي كي دايره عنده ستوك. واش دابا تكون هذا واش بعقله؟ واش هو بعقله ولا مفرق؟ شويه شوف هو راه بعقله، حنا اللي كنا مكلخ. عرفتي دابا الصاد 50 عرفتي دابا غتبقى تمشي للقهيوه من هنا واحد شويه لقدام تبقى تمشي للقهيوه وغتبقى تعطي التيب يعني التدويره غتبقى تعطي 10 دولار 20 دولار غير التيب. واش انا كنت كنخدم نهار كامل ب 5 دولار؟ كنا الدري مشيت عندو نيويورك، واحد الدري عسيره كاين في نيويورك مشيت عندو والله الا كنا مشينا نتغدينا بحال هكا عطا 20 بقيت كنقول وايلي زايد جات لي مسكين. 20 دولار كتخدم فيها انت 4 ايام؟ 4 ايام وحق الله الا 4 ايام كنقول وايلي هذا واش من نيتو، ولكن فهمتي العقليه راه من بعد راه كتبدل. واو وكنتي صافي يعني شديتي الطياره خلصتيها كنتي غادي تمشي كل الهلاك وما ننصحش كاع الدراري يدير داك الدري. شوف اقسم بالله الدراري كنا باربعه، الدراري كنا غنمشيو مع باربعه وحق الله واحد من الناظور الا يعني تحيدات له رجل انا نصر داك التصاور ديالو اللي كنت غنمشي معاهم انا وجوج. والدري واحد وصل راه في دابا راه في سبليون وجوج دراري رجعوا والدري مسكين اللي من الناظور والله الا مشات له رجل وحق الله العظيم. لا بس شو كعودوا لي الناس عنه والناس الهالة كي موت دابا الناس ما ميمشيوش ما نصحش دراري يدير هاد الطرقان خويا هذا. خويا سفيان اقسم بالله شوف تعرف داك الاستغلال اللي كاين في المغرب وداك الشيء عرفتي تبان لك جهنم تدوز فيها. شنو اللي خلاك انت تقرر دير هاد الخطوه هذه مثلا تمشي لتركيا عرفتي؟ انت مازال صغير ما قلتيش مثلا نقرا ونخرج. لا ما شوف قرايه ما لافاك اخويا تكرفيس راه اللي كيقرا في لافاك هو اللي غادي يفهمني. شنو سميتو كتشوف القدام. دابا انا كنت كنشوف القدام شنو غنكون، واش غنبقى نخدم معاه كاع نحسب هادي يزيدني انا يعطيني 100 درهم
وهذيك تمارة، من بعد شنو انا شنو غنستافد؟ الحرفة ما كاينش، فهمتي؟ القراية يعني ما لافاك ما بقاتش فيها شي نيفو يعني اللي اتمشي بعيد في القراية. راه كاين دابا نقول لك انا راسي راه حجرة، راه ماشي ديال القراية. وكاينين الدراري تبارك الله راه جايبين الباك 18 17 الباك بلوس دو، كيطيروا في القراية ومساكن الله العظيم. الا راه مخارجين اللي خدام في السويقة، اللي خدام شي حانوت، اللي خدام في هري نيت كيبيع في هري، فهمتي؟ صافي انا ما بغيتش نكون يعني بحالهم، واخا ما جايب الباك ب 11 ولكن ما بغيتش نكون بحالهم، فهمتي؟ حتى انا نبقى في نفس البلاصه، خصني نتحرك ندير اي حاجه، نمشي الريسك براسي، ما نبقاش في داك المغرب. عندك خوت؟ عندي ثلاثه ديال الخوت صغاري. واو اخوان، راه باش توصلك ديك المرحله ديال بغيت تحرك الله يستر ولا شي حاجه، راه كتقول صافي باللي اما الموت يا اما لا اخويا. شوف راه الدراري دابا حاليا الدراري تالي، هذاك خونا اللي كان كيقول لك ميريكان وهادي، داك خالد دابا اقسم بالله ما كره يمشي للسبليون ولا نتحداه، وحق الله يمك مخير الشباب ديالنا في المغرب يقول لك حق المغرب وهادي، والله ما كره يخوي. انا اللي فهمت انا عاد جيت وعارف العقليه ديال الدراري شنو. او دابا مثلا واحد الكومونتير، تحيه للاخ ياسين في مسكينه، هو قال لك هو الدري مجاز اجازه وخدام في مخبازه. انت راه كاين فيه حوايج راه بزاف. ودابا انا تيجي واحد القوم وكيبقى يطلع عندك في اللايفات ولا في الفيديو تيبقى يقول لك علاش كتبقى تقدس وتكبر بميريكان ودير وكذا، علاش اخويا هذاك؟ راه شوف هذاك راه كيبغى بحال اللي يبان، راه هو عارف. شوف يكذب عليك هذاك، راه عارف شنو كاين، راه عارف الفرق، راه كيبغي زعما راه يبين، فهمتي؟ بحال دابا كيبغي يبين بلي راه ما ناقصهم تا خير وهادي، ولكن هو راه عارف شنو كاين، عارف ميريكان فين والمغرب فين، باش تكون واقعي. وخصوصا انا كنشوف الناس اللي كيتفرجوا فيه، يعني تبارك الله، يعني ما كاين لا تخسر الهضره تبارك الله، انت كلشي بعقل تبارك الله. كي لا تبارك الله الدراري شحال هادي اخويا سفيان، شوف باش تكون صريح معاك، شحال هادي كنت كطلع لي في اللايف ديالك، كنت كندخل نشوف كيبقى تقول تعلموا اللغه هذه، شوفوا شي حرفه، كنقول هذايا كيخربق وصافي حيد عليا وحق الله. وجيتي لان ما عندكش اللغه دابا، ما عندكش اللغه كاع والو اخويا، عاد كنقول ا بي سي دي فواحد النظره. ا بي سي دي هنايا بي سي دي فرنسا، واش مازال ما عرفتش والو؟ ما كاين حتى لعبه محافظه زليجه. هادشي فاش قلت لك شوف، هادشي باش كنقول الدراري، الدراري كيتفرجوا فيك، شتي الهضره اللي كتقول؟ اقسم بالله هي اللي كاينه. دابا انا فهمتي جاني داكشي على غفله مع هادي، وكان الرقم ديالي عفوا شفتي راسك ناجح في شهر خمسه وجيتي في شهر اخر. واهي شوف ودابا رقمي انا راه واحد كا. كيفاش؟ رقمي واحد كا، فهمتي؟ جاني ما داكشي ما كان الرقم ديالك شحال؟ واحد كا واحد كا. جيتي مع الاول انتايا؟ انا الاول اه فهمتي؟ اول مره وجيتي مع الاول صاحبي وزهر. اجي بعدا كيفاش سجلتي؟ فين سجلتي في القرعه؟ سجل اخويا شوف نقول لك اقسم بالله العظيم الا قصه شنو كان خصني، كنت خدام مع داك مولاري وحق الله العظيم، فهمتي؟ وصلت داك الربعه ديال العشيه وتسخسخت عيد، وقلت له انا شنو باغي نسلس، فهمتي؟ باغي نخوت. قلت له المهم راه دابا وكنت باقا نهار، كنت اقسم بالله الى اخر ليله اللي غادي يتسلم. تهضر مع مولاري ولا مع من؟ لا دابا قلت لك كان باقي نهار غادي تسرى القرعه، هضرت مع داك مولاري قلت له انا شنو كانت الربعه ديال العشيه، انا خصني نخوي باش نمشي نرتاح، راني عييت فهمتي، بغيتي نسلس. وشنو طاحت لي في بالي؟ قلت شنو ندير؟ قلت له نقول له نمشي نتفعل القرعه وهذه. مشيت عنده قلت له راه نمشي نتفعل القرعه مازال الله ينهار هذه. قال لي صافي سير. الدري اللي كان خدام معي عنده الباك هذه ما كيامنش بيها، قال لي سير واش انت غاتجيك شي قرعه؟ اقسم بالله هضرتهم مازال عندي في عقلي. هذاك يعرف مع مين يتعاشر في المغرب، وما تقولش بنادم هادشي ديال القرعه ولا شي حاجه ما غيحملوك. لا ما كنقول حتى صافي قلت له بحال هكا، وانا صراحه ما على باليش في القرعه، والله انا بحالي ما على خصني نخوي نمشي نرتاح، نمشي نجلس نرتاح العظام ديالي تسخسخ. صافي قلت له غادي نمشي نفعل القرعه وهذا. صافي مشيت للدار بقيت جالس، قلت له تنمشي، قلت له غادي نمشي ندفع، والله تنمشي ندفع. صافي مشيت حطيت عند خونا اللي يدفع لي، غير تصورت مصور غير صورني مشى باش يدفع، لقى السيد قال لي راه مبلوكي دابا، قال لي انت وزهرك، قال لي تمشي تحط لي لاكارت ديالك المعلومات ديالك
صافي قال لي واش تمشي الى تحل السيت اجي تقيد. قال لي راه انا غادي نقيدك. قلت له صافي حطيت له لاكارت مشيت صافي بالعشيه رحت. قال لي راه عندك الزهر. قال لي حتى اخر لحظه عاد تدفع لك داك الشيء. عرفتي داك الشيء انا عاود كخويا انا ما مسيقش راسي وحقي. يعني في ظرف نهار تصورتي تسجلتي كل شيء يعني تالي كنت باقى شي المهم كنت باقى داك الست من العصر كنغيتسالى واقيلا عندنا شي 12 الليل ولا شنو. المهم مع العصر دفعت كانت قريبه الساعه وانا ماشي الغرض ديالي انني خديتي كاع الزهر ديال المغاربه مساكن ما خليتش لهم والو. اسمع خويا ماشي واش نقول لك انا والله ما كانت على بالي ما دايرهاش بالي كاع يعني ما نتصورش ان غادي تفرج فيا قبل ما تدفع القرعه ولا لا. شنو قلت لك راه كنت كان... قبل ما تعرف كاع راسك واش تجي فيك. كنت كنتفرج فيك شوف كنت كنتبعك كنقول راه عاد قلتها لك عاد دابا قلتها هذايا كيخربق نقول واعله كامل كتقول فاش جات فيك القرعه ماشي قبل كنت كنقول هذا راه كيخربق وحق الله كنت كنطلع اللايفات ديالك شوف نقول لك صراحه كتجي اللايفات كتقول لهم ديروا الحلقه ديروا شي حرفات علم اللغه هذه كنقول واعله واش تمشي للميريكان هذا تحتاج انت هي حلقه ولا شي حاجه في ميريكان. فاش جيت الميريكان انت ما عندك حتى حاجه في يدك كتسنى خصك تعلم اللغه بعدا هي اول حاجه كيهضر معك شي واحد كتبقى غير كتشوف فيه فهمتي اقسم بالله هضرتك شوف هي اللي كاين الله يسهل. قول لي بغيت نسولك على الرياكسيون ديال الوالده ديالك فاش عرفاتك غادي جات فيك القرعه وغادي تمشي كيفاش كانت كاينه فرحات راه قالت لي اللي عندي انا نعطيها لك وقلت لي باش مسكينه الدار ديالها وكل والله الا بعد الدار ديالها شوف البيت يعني الخلفه ديالك ديال الشهر الاول والثاني والثالث حيد منه داكشي اللي غتخلص به لك راه الماكله وانت باقي صيفطوا لها كامل شوف صيفط لها الفلوس كامله ومن بعد قول لها عاوتاني شري الذهوبات شي حاجه لا منين يسهل الله ان شاء الله يا ربي انا ما حد ربي جابني اللي انا عارف ربي يسهل عليا مع الوقت ان شاء الله غادي نمشي هي بعد الدمالج وبعث واحد السنسله بعث اربعه ديال الدمالج والسنسله انا غنشري لها مضمه ان شاء الله نشري لها مضمه ونشري لها جوج سلاسل ونشري لها مضمه ماشي ديال الذهب شري لها الذهب اللي هنا شري لها الذهوبات وهذوك شري هنا لا حتى انا غنشري لها كلش الذهب كلش ان شاء الله مضمه كامله نشري الذهب عرفت عليك مزيان شوف حيتاش مسكينه راه فهمتي المهم داكشي ديالي انا ما يكونش ديالي يكون ديالها هي برافو عليك حيتاش راه هي اللي مسكينه هي اللي وقفات معايا لك فاش كنتي غادي للطياره في نهار ديال الطياره كيفاش بكات مسكينه شوف لا شوف النهار اللي كنت غادي نشوف القرعه كنت عاوتاني كنت خدام عندك خونا وكنت جاي وكنهضر معاها هي راه كاينه في الحسيمه انا كاين في فاس كنهضر معها ابيل فيديو قلت لها الوالده جايين المهم بنادم في الفيسبوك كيقول القرعه دير تحقق الحلم الامريكي قلت لها الوالده راه خرجوا داك كنت غنقطع عليها قلت لها الوالده راه حقا خرجوا داك حتى التالي ديال المكالمه قلت لها راه خرجوا النتائج غنمشي نشوف واش جاتني القرعه قالت لي الله يسهل عليك ولدي وبدات كتضحك قلت لها الله يسهل عليك قلت لها واش حنا عندنا الزهر ديال القرعه قالت لي لا ولدي وعلاش ما تعرف وحق الله بحال هكا المهم صافي فاش مشيت عرفتي ما بغيتش نقولها لها داك شفتها بالليل ما بغيتش نقولها لها بالليل حيت عارفه ما غتنعش خليتها انا ما نعستش داك الليله فاش جات فيا وخليتها حتى الصبح عاد قلتها لها حيت عارفه كنت قلتها لها بالليل والله ما تنعس كتفكرني في الايام شحال هادي وفاش كنتي غادي للطياره مشات معاك للمطار لا ما مشاتش مسكين وداتي معاها كيفاش توداتي معاها شنقول لك كنت جيت انا نهار 5 في الشهر كانت جات بالاثنين كنت في الحسيمه جيت لكازا كنت في الحسيمه المهم اخر نهار مسكينه صوبات لي واحد جوج طواسي ديال الحلوه الله هادو الوالدين شوف شي كاع كتبقى فينا غيديروك الشباكيه الملوي الخبز شي حوايج صحاب لهم راه ما كاينش الماكله زين صوبات واحد جوج طواسي ديال الحلوه صافي مسكينه قالت لي الله يسهل عليك وهذه هي حدايا ما بكاتش ولكن انا عارفه غادي تبكي وحق الله ولكن حدايا بيناتي مسكينه بلي راه فرحانه وهذه صافي وتميت جاي جمعي الوالد جمعي واحد عمي صافي توادعت معاهم وجيت اما هي مسكينه راه عارفه نبقى فيها وادي ولكن ما تبينليش فوجي والدين اخويا وانت ولكن وفاش وصلتي للمطار جاتك ديك بحال ديك الخنقه وديك الوحش ما بغيتيش تخلي الوالده وكذا اخويا شوف نكذب والله اخويا الا عرفتي
حساش ما عندي باش نفعها إلا بقيت معها. بالعكس فرح كنقول يا ربي فوقاش طلع الطيارة فوقاش نزيد. حساش مسكينة فهمتي بغيت نعوضها ما بغيتش نبقى معها. قلتي شوف قلتي واحد الجملة واعرة بزاف تنظن وقيلة هي أحسن جملة قلتيها. ماشي أحسن جملة ولكن أكثر جملة كتوشي وكنظن كاع اللي كيتفرجوا فيا غيتوشى بهاد الجملة. قلتي دابا واحد الجملة إلا بقيت حداها ما غنفعها بوالو. والله واش عارفه شحال ثقيله هاد الجمله هادي الا بقيت حدا ما غنتعب والو دورها فراسك مزيان ولك يا خويا راه الواقع واو فهمتي دابا شوف دابا كاع الناس اللي كيتفرجوا فيك هنا في ميريكان راه دازوا من هادشي اللي كدوز نتايا وتالدز من هادشي اللي كدوز نتايا وكترجع لنا داك النوستال كترجع لنا اللور وكتفكرنا كتولي تفيق داك اينو شوف انا دابا هذا العام الخامس ديالي بحال الله كيطير الوقت انا بحال حنا فاش كتوصل ل 50 في الغربه المشاعر ديالك ديال الوطن والبلاد الام كيموتوا دابا انا عامي جيت من المغرب عامين ما كنشوفش راسي غنمشي للمغرب مازال ما عرفتش ماشي حقد عليه ما صافي ما بقيتش باغي نمشي ليه ما عرفتش علاش راك وقع لي انا وقع لي اخويا شوف انا قوتي ولكن انت كتحيي في ديك الامل انني لا نمشي للمغرب نشوف الوالده ونشوف ولكن في الداخل ديالي قبل ما ندير اللايف تقول لي المغرب نقول لك بالسلامه نمشي لاستراليا صافي يعني متنا في الداخل ديالنا قليل اللي ديما اخويا سفيان دابا شحال من واحد كيجي لهنا كيجي بحال اللي فهمتي ناوي يرجع انا عرفت قلبي من الداخل ميت اقسم بالله اخويا الا ما كرهت ما رجعش اذا ترجع رجع المهم شي حاجه باش ننفع والدي اما باش انني نبقى معاه باش يعني ما ندير لها والو ما تستافد مني والو شدير بيا فهمتي الصراحه راه الواقع راه دابا غادي تبكي وغادي توحشك وانت كذلك ولكن المهم في الداخل ديالك كتقول بعدا الحمد لله ولدي صوبا ولدي غيتهلا فيا وغيتهلا في راسه هذا هو المهم وحق الله اما باش تبقى معاها اش دير بيك انت هي شوف هي لوجيك الواقع اش دير شنو غدير بيك غتبقى الوالده خصني نخرج للقهوه عطيني باش نتقهوى الوالده خصني فهمتي خصك تهز راسك وتهز والديك معاك ولكن هذا باش تهز والديك في المغرب راك ما تهزش راسك راه ما كنت هزت راسي واخا كنت خدام ما تقول ماشي خدمه حاشا تكرفيت الصغيان دابا هي اللي غتردك بحال الوحش هنايا في امريكا انا تبقى تخدم تبارك الله بلا ما غتحبش تبقى تخدم بحال شي سبعه عقلك ولا جيت عملها كنتي كتخدم من 9 انا هذه جمله عزيز وامنا كنتي كتخدم من 9 الصباح حتى ل 9 ولا 10 الليل الا خدمتيها في ميريكان ودرنا سيدي كتخلص ب 20 دولار للساعه شوف الخدمه شوف رموك ما كاينش داك لا غير اسمعني لا غير شوف رموك ما كاينش داك الكريك كنقولوا له الكريك اللي كتهز السلعه وكتخرجها ما كايناش حنا كنخويوها بيدينا كتجي كراتن ديال البيستاج اكاجو كوكتيل فهمتي كنبقاو نخويوهم بيدينا كراتن عرفتي كرتونه راه فيها 12 كيلو 13 كيلو ورموك داك الكبار وعطينا تخيل اقسم بالله كنا كنشدوه من 9 ديال الصباح ل 10 حتى العصر انت كتخوي بزاف بزاف اللي بغيت نقول لك واحد النقطه مهمه تخيل معايا حل مع الناس اللي كيتفرجوا حل معايا عقلك في هذه النقطه هذه اللي غنقول دابا تخيل معايا كنتي كتخدم في المغرب من 9 حتى ل 10 د الليل شحال هي ديك من ساعه تقريبا 13 ساعه 14 ساعه 12 نديرو 12 سيدي واخا انت كتخدم اكثر وكتخوي روك وتمر وكل شيء تخيل معايا كتخلص ب 50 درهم كنتي كتخلص ب 50 درهم دابا هذيك على 12 الساعه شحال تجيك 7 3 دراهم ونص 4 دراهم للساعه هكاك ما وصلاش نديرو 3 نديرو 4 درهم حنايا دير 4 درهم تخيل معايا اللي ضرب شي 12 ساعه هنا في ميريكان ونديرو 20 دولار الساعه وانت فاش غادي تخدم تما غادي دير 20 دولار الساعه اسمع غضرب 20 دولار في 12 ساعه حنا نديرو 8 سوايع فوق 8 سوايع كتسمى الاوفر تايم عقل عليا سو غادي دير 8 في 20 هي 160 دولار زائد 4 سوايع غادي تضربهم في 20 يعني تضربهم في 1.5 يعني مثلا 1.5 هي 30 دولار يعني 30 دولار في 4 هي 12 غادي دير 12 120 زائد 180 كنهضروا سيدي على 300 دولار اللي غتقدر تضربها في 12 ساعه اللي هي 3000 درهم في النهار شوف يا عامين نمشي نشري هو والهري ديالو
والله اخويا سنديره. شوف شوف تبغي تخيل معايا دابا تخيل معايا الديكور هذا فسك... الديكور زوين تسمع. تخيل معايا من 5 دراهم 5 دولار 50 درهم ل 3000 درهم وقل وغادي يضرب شوف غادي يضرب قل من ثمنه وعندك لاسورانس وعندك طوموبيل شو تخيل معايا من 50 درهم ل 3000 درهم تخيل معايا 3000 درهم في النهار راك زيتيني دابا كيما خدمتيش حنايا باوفر تايم تخدم شي 8 سوايع المهم تدخل 200 دولار شي 200 دولار وجي الله جديد و2000 درهم يعني 2000 درهم من 50 درهم 2000 درهم وغيجي واحد راسو مربع وغيبقى علاش قلت لك ملي كان معطاتنا غيبقى يقولك علاش كتهضر على امريكان وتزينها وتهز بيها نو انا خويا قبل تعصبني وحق الله اقسم بالله عصبتني اصاحبي بلاصتك راه بقيت كندير لك كومونتير ما شافش باقي اخويا انت هذا هو المشكل كنقول لك الا قريتي ما تفروش خدمتي ما تفروش راه في المغرب صعيب تهز راسك راه والله راه ما بقاش شي المغرب انا دابا انا عاد جيت منو عارف شنو فين سواقي الا ركزتي شحال هذه تكون نسيتي داك الاحداث ديالو انا دابا اللي انا عاد جيت دابا انا عارف الشباب منش كيعاني عارف الشباب شنو الفكره ديالو واش شي شباب اقسم بالله الدراري عشراني الدراري كنعرفهم ويتحلوا الحدود والله الا بقى شي واحد وكنهضر من انا صحابي صحابي اللي مازالين في المغرب راه تيهضروا معايا وتيقول لك راه شوف راه غير الوالده اللي مازالين عايشين وجالسين حدا اي بسبب والدين هما اللي ما كاينش اللي شاد الشباب في المغرب قد والديهم هادشي اللي كيبان لي انا ما نهضرش عامه ولكن الناس اللي كنعرف في المغرب راه اللي كنهضر معاه تيقول لي والله هذيك المهمه هي اللي مخلياني جالس هنايا القرايه شتي حتى القرايه خويا سفيان شتي دابا القرايه الشاب والله ما باغيني نقرا راه انا مني انا راه ما عنديش العقل ديال القرايه ولكن على وجه الوالدين كيقول لك قراو هادي صافي كدير بهضر حتى انا عارف راسي ما غاديش نتفرو في القرايه ولكن فاش كيقول لك قرا سير تقرا صافي كدير بكلمتهم ما كتبغيش تخسر لهم كتمشي تقرا واخا انت عارف راسك راه النص كيقرا على وجه والدي انت كتجيب الباك كنسول الناس اللي كيتفرجوا فيا يعطوني الراي ديالهم انت قلت واحد الجمله زوينه راه كتبتها في الكومونتير قلت لك الا بقيتي حدا ميمتي ما غنفعها بوالو وكتلقى اغلبيه الشباب اخرين جالس حدا ميمتو غير حيتاش خايف ما بغياش مثلا تمرض ولا لان الوالدي فاش كتسمع الوقت ديال الهجره كتخلع واش انت غتبقى عايش حدا حياتك كامله وما غدير والو ما غتنفع والو ما غدير حتى شي حاجه في حياتك ولا غتبقى جالس هكا كيفاش تما حدا في المغرب ولا يعني لا علاش غادي تريح حدا وانت ما غتنفع والو وداك السي اخويا حتى انا علاش مقطع البي ديال الطياره ديال تركيا علاش حيت ما بغيتش نبقى معاه فهمتي ما بغيتش نبقى حيت انا عارف راسي الا بقيت في المغرب راه ما غادي ندير حتى حاجه غنولي فهمتي غير يخطاوني والدي غادي نحماق غادي نخرج للزنقه ولا غادي يهرب لي الفريق حتى عارف ما غادي ندير حتى حاجه يا غادي نولي نسرق يا غادي نولي شي يا ندخل للحبس فهمتي داكشي علاش قررت انني نهاجر نمشي على تركيا نموت ما عنديش مشكل حتى سهل الله اخويا يعني ما تقدرش تجلس مع والدي وتشوفهم بحال اللي هما اللي هازين والعمر دابا راه كيطلع راه 22 غدا تلقى 23 24 غتوصل 26 27 شنو انت خدام ب 1000 ريال تدير لها واش تهزك انت ولا تهز والديك راه ما يمكنش والله وبحال هاد الامثله ديالك انت كيفاش عاوتينا في اللايف راه ما كذبش عليك يعني راه تبارك الله سميت واحد كيتفرج في 3 ونص ديال الليل في المغرب راه ما ساهلاش وواحد الحاجه اللي بغيت نقول لك هو انه راك زرعتي بزاف ديال الامل في الشباب والبنات اللي كيتفرجوا فينا دابا في لا لا شوف واحد دابا موتيفيتي راه لا شوف ما تصورش دابا شحال درتي له واحد النقطه ديال الامل حيتاش راه كاين دابا كيتفرج فيك راه غير ربي اللي يعلم به صراحه شوف اقسم بالله انا ما كنت شي حاجه سميتها امريكان ما كنت عمرني في حياتي منين خلقت ما كنت كنتصور انني غنجي ليها ما حسيتش ما عمري درتها في بالي وكنت كنتفرج في اللايفات ديالك كتقول بحال دابا خصكم تعلموا اللغه الحلاقه واللغه اهم حاجه وهادي كنقول واعي هذا والله حتى غير كيخربق علينا اش من اللغه ولا هادي اش تما تخدم طاير هادي بلا لغه بلا حتى حاجه ولكن هي رجعت لهنا اولا قبل ما نجي بعدا ما كنت كنتصور راسي انني غنجي راه هادي ما عمرها طاحت لي على بالي ولكن اللحظه فاش رقمي 1K فهمتي صافي عرفت راسي تحطت امر الواقع خصني يعني ندير شي حل ما جيت نديرها تلقي صاخويا شهر 9 جاب بداو كيعيطوا فهمتي مع الطبيب مع هادي ما تعلمت لا لغه لا حرفه لا حتى حاجه حتى البيرمي وما جبتوش جبت واه والله ما عندي راه اخويا من تحت الزيرو انا ماشي الزيرو ويلي اقسم بالله فهمتي دابا في المغرب انت كنت خدام مع القرايه ما كاينش الوقت
فين تدوزو ما كانت حتى الفلوس باش غدوز صراحه فهمتي صافي جاني داك الشيء على الغفله حتى كنلقى راسي هنا دابا انا دابا مازال ما مستوعبش كي راني في امريكا انا واحد النصيحه باش ما ننساش ما نقولك عندك شي تفكر في الزواج ولا شي حاجه لا 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 خاطئ داكشي بليس كنشوف دابا الشباب في المغرب كتلقاه مازال في العشرينات جديد تيقول كنمشي نتزوج هو ما داير لا مستقبل وكيمشي يتزوج هكا هي كتعذب و تيسالي راسها اللي كيمشي يتزوج دابا بنا شوف جيتي لهنايا عيش لي مع راسك حتى الله كان في الوالدين خدم دير مشروع دير شي لعبه 33 عام وشي لعبه تما عاد كمل اخر حاجه كنفكر فيها هي الزواج و حتى الوالده مسكينه شنو كانت كتقول لي شحال هذيك كنقول لها هي ضحكت كنقول لها نتزوج وهذه هي بالضحك كتقول لي ما عمرك تفكر في الزواج تضمن المستقبل ديالك ماشي مستقبل كتقول لي فاطمه تقول نتزوج قول خصني ندير مستقبل فهمتي كتقول لي الزواج هي اخر حاجه تفكر فيها هو الزواج خدم على راسك تحقق الذات ديالك انت بعدا فهمتي وصل انت لواحد النيفو عاد داك الساعه فكر في داك الشيء هذا فكر في الزواج فكر في بنت الناس فهمتي هذيك اخر نقطه كنفكر فيها انا باش نقول لك لانه غاتمشي تتزوج برتي عليا ما غدير حتى لعبه وغتبقى معقد وماشي زعما تنقص حتى هضرتي على البنات حتى ملي كتفرج فيا جيتي مازال يلاه جدي الميريكان ما تفكريش في الزواج ولا تزوجي تنهضر على دري وبنت ماشي زعما لانه ما كنتش عليك انا كنعرف انايا بزاف الشباب تزوجوا ولا مشاو تزوجوا ولا جاوا بالقرعه وهما ديجا خاطبين وعرفتي راه دايرين العصا في الرويضه ما كيمشيش بحال هذيك الانسان اللي ما مزوجش كاين هنا راه حدانا جيران المهم مغاربه مزوجين ولا خويا لا مع الدراري فهمتي مشاكل ديال الدراري الصداع بعض المرات كيجيبوهم لهنا عند هاد البنت هادي اللي هنا فهمتي مشاكل عايشين واحد المشاكل عرفتي كي دايرين كنقول اخويا فازل المره كتمشي تخدم كيجي الراجل خصو يحطيهم فهمتي غير المشاكل ديال الدراري راه مشكله واحد اخويا ولا داكشي اللي بغيت نقول انا ديما تيهضروا لي الدراري بزاف هاد القضيه ديال الزواج نقول لهم صافي شوف راه الحياه طويله بزاف ما كاينش كتفكر بزاف شوف الزواج انا تنقول الزواج انا بالنسبه لي السي المثالي عندك ما بين 31 32 حتى 34 وكذا عاد تزوج علاش لان الزواج راه اسهل حاجه ولكن راه باش تخرج منه وباش تولي بحال الحياه ديال سيلابات راه ما عمرك تولي تشوفها غتولي ملتزم كفكر ما غتبقى اخويا شوف اخويا سفيان من بعد التفكير ديالي انا واخا يكون عندي 40 سنه ونكون مازال ما حققت داكشي اللي باغي راه ما نتزوج عرفتي دابا الصاد راه جيتي لواحد البلاصه عرفتي شحال من واحد غيحسدك عليها راه ما كنعرفش فين غيحسدوك نو تنهضر على ولاد حومتك على الناس عارف الهري الناس اللي كيعرفوك فاس كدا ولات فين عرفتي شنو هي تجي الميريكان بقرعه مازال صغير في العشرينات وبالجرين كارد وبوراق عرفتي وراه مشيتي للطب ديال الطب ديال في واحد في العالم كامل انا اخويا شوف شتي دابا والله ما مصيق بعض المرات كنوض من الناس كنقول ويلي نقول ويلي واش انا فهاد اقسم بالله ما مصيق مازال ما فهمتي مازال كما كنقولوا مدهشر ما عارف شنو واقع انا دابا حاليا ما عارف شنو واقع جاتني الجرين كارت عندي الجرين كارت راني حاطها ما متسوقش ما عارف شنو كاين فهمتي هو القضيه ديال الدراري قلتي الدراري شراني كنحس كاين شي واحد اللي كيقول لك بحال اللي من قلبه ولكن كتحس كاين تما واحد المغزى فهمتي العشره نساو ما نقولك شنو كان جيتك من المستقبل واحد فيهم جوج فيهم فريم وعشرانك تبقى الاخر راه صافي قول لهم تشرفت بمعرفتكم لانه غادي تسالي ديك الصحبه وما غتبقاش شوف هذوك شوف امريكا الغربه دي عيبه كتخليك تخسر اصحابك عائلتك بزاف مع الوقت مع الوقت بزاف انا هذوك العشرين اللي كتقول ولكن سبحان الله العظيم راه كتلاحظ غتلاحظ واحد فهمتي واحد بحال اللي منغوزين واحد اللعبه فهمتي بحال اللي كيقول لك راه فرحانين لك وهادي وهادي ولكن كتحس عندهم واحد النقص حاسين بواحد النقص من جهه واللي بغيت نقول لك الفاسي شوف واحد الحاجه اللي غادي ديرها في عقلك وغادي تدرك مزيان دابا نسى المغرب نسى انا ناسي انا شوف لا ماشي ما تنساش ماشي المغرب تاخذه كفكره لانه ما عطاكش الخدمه نو نسى واحد الحاجه سميتها المغرب الدارجه اللغه الماكله داكشي ديال نو دابا راه جيتي الميريكان سو خاصك تولي داك التفكير ديال كاع اللي كتعرفو نتايا بدلو من ا زيرو التفكير اللي غيولي عندي جديد هو اولا هاد السيمانه هادي خاصني ضروري نمشي نقلب على شي مدرسه ولا شي كنيسه اللي غيعلموني لونجلي داكشي اللي داير راه مشيت للمدرسه اول جيت ضربت الشهر لقيت راسي راه ما عرفتش العبها كان مشيت للمدرسه لقيت دابا فيها المهم دابا راه طالع معاهم في واحد شي جوج سيمانات المهم واحد السيده ظريفه زوينه امريكانيه كتهضر لونجلي راني غادي معاهم شويه بشويه ان شاء الله مع الوقت اللغه مع الوقت عم حاول
تعرف على مراكنا، تعاشر معاهم، دير معاهم اصدقاء، دير شويه الاصدقاء مزيان يعني مراكنا، ما تبقاش دير غير المغاربه باش حتى اللسان ديالك يبقى يتسرح. في الاول غتبقى تغلط، غتبقى تقول شي حوايج ما كيعنيو حتى لعبه، ولكن راك كتعلم. ومراكن راه ما عمرهم غيضحكوا عليك على لونجلي ديالك، راه اللي غيضحك لك على لونجلي ديالك هما المغاربه ولا العرب. هذه انا خويا داك مراكنا اللي شافوك قلتي غيقول واش كتقصد هذه، وغيصحوا لك. مغربي واخا تهضر تقريبا مزيان زوين، غيبقى يقلب من فوقاش تقول شي حاجه مشيت لي باش يعايرك وطيح منك. دابا هذاك السيد اللي كتقرينا عرفتي واحد ني تبارك الله راه بزاف دابا كي كنخربق عليها كتقول لي او راه داك الشيء، وانا عارف داك الشيء راه مال نتا لعبه، وكتقول لي فهمتي كتشجعك كتهزك معنويات وهي عارفه انا راه يا. وحاول ما تنساش الوالدين لانه هو الوالد. وثاني حاجه نقول لك شوف دابا هذيك الفكره ديال انك تبقى تشوف موراك وتقارن الدولار بالدرهم وتفكر في المغرب نتا دابا اخويا بديتي دابا تولتي دابا يلاه جديد راه تولتي دابا عندك شهر في الحياه ديالك هي داكشي اللي داك والله الا شوف شي العقليه اللي عندك والله الا راه عندي صافي ما كنفكرش له كنفكر نعيش الحياه دابا فاش كتعيش ديالهم ما تنقول ثقافه ماشي تولي تسكر تشرب تولي لا لا عيش الحياه عيش الحياه سافر شوف سافر اكتشف عرف المدن عرف الثقافه ديالهم عرف الماكله ديالهم فهمتي ماشي الدين ديالك حي الدين دابا كيقول دابا شحال من واحد كتقول له ثقافه كيقول لك الا تبعتي الثقافه ديالهم راه تبع الدين ديالهم وهادي هذاك الدين وداك الشيء راه حيد ولا تجي هضر على شي حاجه ثقافيه فهمتي الماكله المدن ديالهم الشعب ديالهم العقليه ديالهم هذا هو اللي المقصود بها دابا شحال من واحد راه ما كاينش مثل القصد ديالك شنو هو بداك تبع الثقافه ديالك وداك الشيء اللي كنبقى نحاول نشرح لنا شحال من الحاجه اللي كتبان لبنادم بسيطه ولكن ما تيقولش راه اللي راه كاين معنا الناس كيتفرجوا اللي الفهم ديالهم ثقيل داك الشيء اللي كنبقى نحاول نشرح انا شي حوايج بالصوم بزاف باش اللي كبير وندمت انا ندمت على واحد الحاجه ولكن حساس ما وقيلا غير حساس ما كنت عارف بلي غنجي ندمت اللي ما ديتش بالنصيحه ديالك اقسم بالله كاين بزاف صافي مازال ان شاء الله مازال قدامك حاول تعرف على قوار تعرف على شي قوريات فهمتيني تعرف عليهم عادي ما كاين لا حشمه لا والو دير اصدقاء قوريات هضر معاهم تعاشر معاهم عادي ما كاينش مشكل غير كيف قلت لك لان هادي هما الطرق اللي غيعلموك لغه وغتحسن مزيان اللغه ديالك وداكشي ان شاء الله داك الشيء اخويا كنصح شوف كنصح انا بهذا الدراري كنصحهم نصيحه واحده اي بعدا هذه النصيحه اللي نعطيهم انا هي اللغه واخا شوف تجي ولا ما تجيش جيتي ولا ما جيتيش تكون عندك لونجلي حيد عليا الفرنسي حيد عليا شي لونجلي الا كان عندك لونجلي فين ما مشيتي شتي اخويا سفيان راه هي لونجلي اقسم بالله الا في المغرب الا كان عندك لونجلي في المغرب وتخدم خدمه ناضيه تمام وكنعرف الدراري كنعرف الدراري عندهم لونجلي لوطيل بعدا انا قال لي الدري الا كان عندك لونجلي تخدم معايا فلوطي راه خدام فلوطي مصادي قلت له فين هي المهم فهمتي الا كانت عندك لونجلي راه كتخدم واخا في المغرب راه كتخدم مزيان يعني لونجلي ديما ديرها في عقلك واحد الحاجه قرا لونجلي وحاول تعلم لونجلي مزيان لانه شوف هنا في هذه البلاد الا ما كانش عندك لونجلي تحس براسك حتى لعبه ناكره دابا انا حاسس انا هذا الاحساس راني حاسس دابا انا ضروري خاصك عندك لغه علاش لانه غادي تبغي مثلا تهضر مع الشركه ديال التليفون مع لاكارت مع الكرام مع الخدمه ما غتبقاش عارف تبقى تحس براسك بحال امي انا دابا غير مدرسه شوف دابا راه حاس براسي فهمتي كما قلت راه عاد زاد الشهر دابا انا كنمشي للمدرسه عندهم واحد الصوني فهمتي كتهضر معايا فهمتي باش نقول لها انا غتصدق معاهم عادي هضر معاهم عادي باش نقول لها كتلقى معي صعوبه عاد كتحلي الباب باش كنت من داخل فهمتي كتحس براسك كتحشم كتم كتحس براسك راك عندك نقص من شي حاجه معقد معقداك اللغه بهذا المصطلح هذا عادي غادي تعلم لي بغيت نسولك الخدمه بديتي ولا مازال مازال كتقلب على خدمه ولا مازال كنقلب راه امازون يبداو يهايروا في هذا الشهر في شهر 4 ندخل معاهم ان شاء الله اللي استقبلاتك واش بنت الحمايه لا بنت كازا كتعرفها من زمان ولا غير فيسبوك لا غير فيسبوك كنت سرت لك واحد المره حسيت واحد المصادف كنت درت معاه وصافي في التالي مابقاش كيهضر معايا كنت لقيتو حتى هو فيسبوك وكنت صرت لك بزاف ديال الميساجات المهم ما كما قلت دابا ما كتدخلش بقيت كنقلب مسكينه اختها كاينه في كازا اللي قالت لي راه كاينه واحد اختي وهادي تعاونك وهادي مسكينه الله يعمرها سلعه راه مخلياني في دار بوحدي انا وما وهي خدامه في واحد البلاصه بعيده خارج يعني خارجه ويست هيفن مخلياني راه دابا راني في بيتها الله يا ما تنساش خيراتها هي وخدم الله يحشومها
لا مش حنا ما كننساوش الخير راه ضروري يبغات لي عيني نعطيها على فهمتي داك المصطلح اللي كان عندي والخدمه حاولت ابلي اونلاين اونلاين يعني حاولت تصيفط السي في ديالك لكاع الخدامي اللي حداك في الهوم ديبو والمارت كاملين قاعد الخدامي مشيت راه كيتفرجوا فيا حتى شي مغاربه كاينين في جوي ديال في كونيريكيت تما حداك دراري البنات كيتفرجوا راه كاينين حتى بنات كيتفرجوا فيا شي دراري من تمايا حاولوا تواصلوا معاه الى بغى شي مساعده ولا بغى شي ديروا معاه تقوي سفيان شكرا كاينين معايا واش انت كتشوف انك غتستقر تما زوينه كونيريكيت لبغيتي تبقى فيها لا دي ولكن خصها طوموبيل حسن لك من ديك جوي ديال نيويورك وبوسطن عامرين قضيه عامره زحمه الغلا بزاف فهمتي انا دريس في ما عرفتش واش معايا في اللايف دابا نصيفط له ميساج ما عرفتش واش معايا نخليك نشوف واش معايا في اللايف راه هو ساكن تما يلا درت معاه غير دابا قبل ما ندير اللايف راه بحال خويا ما عرفتش الا كان حداك دابا نصيفط له ميساج صافا خويا سفيان شكرا حداك ولا لا مي فاد ويست هافن هذا راه كاينين بزاف ديال كاينين مغاربه تما موجود كاين كاين ولكن بغينا نشوف عندي عاوتاني واحد العقليه المغاربه بزاف ما خصنيش نتعاشر معاها شوف انت في البدايه غادي تتلاقى وغادي تضرب يعني كيف كنقولوا عينك ميزان ضرب وقيس ضرب وقيس الا بالك شي واحد انسان بشكل يعني زوين ما كيشوفكش قل من حيت كاين واحد نوع المغاربه كيشوفك يلا جيتي كيبغي يا اما يستغلك يا اما كيهضر معك يطيح لك المعنويات يعني كيف كيقولوا هنا بمراكنا دي تاك داون تو يعني بحال كيهضر معاك وكيهضر معاك انت قل منه شوف نقولوا لك كاينه شوف راه عشان هذه القضيه لا شنو ديك واحد كيهضر فيك وكيهضر معاك وهو كيهضر معاك بحال هو كبير عليك وانت صغير شنو كنقولوا له هذه المهم يعني اي حاجه تيبغي يفهم عليك ويبغي يبين لك اللي هو كيعرف كل شيء هو كيدير عليك الدنيا هو كل شيء كيردك انت بحال اللي فهمتي هو فاهم عليك راه شوف والله الا كاينين والله حتى كاينين شوف نفس الصحه بزاف ميريكان يفهموا كثير ويلي ولدي واحد السيد والله الا مشي سين حل ليه كنت المهم كنت في البنك مشى معي جينا في الطوموبيل جايبني في الطوموبيل شنو كيقول لي؟ كيقول لي انت كتشوف ميريكا النهار اللي كتجلس فيه راه كتبقى كتجري من لهنا لهنا راه ما بقاش غنرجع غنرجع بحال المغرب كيبغي يبان زعما خاطر زعما غندوز هي اللي صحيحه كيقول لي هو خصوصا اللي شاف انت ما عندكش لونجلي اقسم بالله كيقول لي ارجع بحال المغرب اخويا انا ما بقى ما يدار وهذه رجع وليداتي للمغرب ورجع انا ما عندي كنقول له ايوا صبروا هادي فهمتي انا كندير راسي مكلخ كنقول له صبروا هادي دابا تفاجئ ان شاء الله انا كندير راسي راه مكلخ لا شوف هادي الشيء هاد الناس غادي تلاقاهم غير واكي قلت لك اي واحد يصدر معاه غير بالك انسان فريمون كيشوف بحال بحالو وبغى يتعامل معاك ويكون صديق ديالك حاول تعرف عليه ماشي مشكل غير هو حاول تعرف على مراكنا اكثر بزاف راه كاين الدراري شوف ديك المره تلقيت الدري في طوبيس كنت كنهضر في التليفون كنهضر قال لي انت مغربي قلت له الدري ولد كازا عرفتي جينا انا وياه بقى كيهضر معايا قال لي شتي انا راه كنت هو جا شي عام دابا قال لي انا راه كنت بحالك ما عرف لا هو جا قرايه جا كيقرا قال لي فهمتي المواد كلهم راه دار فيهم نقطه قال لي لونجلي جاي فيه 4 قال لي شافوها قالوا لي انت كيفاش لونجلي 4 حتى هو ما عندوش اللغه قال لي ما كنتش اللغه زيرو قال لي عام كنت بحال كنمشي للجامعه كنشوفهم كيهضروا هكا قال لي مدمر كنقول والي فوقاش غنتعلم انا اللغه فهمتي قال لي انت قال لي انا حاس بك قال لي ولكن مع الوقت راك غادي ان شاء الله راه غادي تتعلم اللغه وغادي تتعلم بزاف د الحوايج شويه بشويه فهمتي كتحس بيه كيزدك المعنويات لا مساله د الوقت صافي يعني راه شوف كلشي فهمتي كتحس كاين واحد النوع كتحس بيه كيهز كيزدك المعنويات كيرفع لك المعنويات